توصل الأسرى المضربة ورعانا الطعام في سجن الاحتلال إلى اتفاق لتعليق إضرابهم الذي استمر 40 يوما بعد مفاوضات ماراثونية استمرت حتى ساعة الفجر في سجن عسقلان. المزيد في هذا التقرير. 40 يوما وكل أم أسير تنتظر سماع هذا الخبر، خبر تعليق ابنها وأكثر من 1600 أسير إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، لا سيما بعد وصولهم مرحلة الخطر الشديد وإمكانية استشهاد أي منهم في أي لحظة. هي فرحة لا يمكن إلا لأم الأسير أن تصفها. ما صدقتش اللي سمعته، دخلت على غرف الأولاد أركض للأولاد قوموا قوموا يما شبابنا انتصروا، الحمد لله انتصروا. حاسس إني أنا طايرة طايرة ده الباراشوت طايرة، لأنه فرحة الله يتعامل كل إنسان. امبارح بدأت عشان اليوم رمضان، الله أعلم في حالنا شو، لا شرينا لرمضان ولا جهزنا لرمضان ولا حطينا فوانيس ولا شيء، بس إن شاء الله بكرة أحلى فطور للعيلة ولأولادي وبدي أحط فوانيس. وبعد أن رفع الأسرى من سقف مطالبهم وباتوا يطالبون حكومة الاحتلال بالاعتراف بهم كأسرى حرب وبنقلهم إلى سجون في الضفة الغربية والامتناع عن شرب الماء خلال ساعات الصيام، أعلنوا صباحاً تعليق إضرابهم فور وصول قادة الإضراب لاتفاق مع مصلحة سجون الاحتلال، لكنه وحتى الآن لم يتم الإفصاح عن بنود الاتفاق. مفاوضات صعبة وطويلة جرت يوم أمس طوال يوم أمس بين قيادة الإضراب وإدارة السجون وعلى رأس المفاوضين مروان البرغوثي، استمر أكثر من 20 ساعة في سجن عسقلان، وأبلغ يعني الساعة الرابعة فجرا تقريبا تم الاتصال بالأخ حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية وتم إبلاغه أن الأسرى توصلوا إلى اتفاق. بالإنجاز المهم في تاريخ الحركة الأسيرة، هكذا وصفت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الحرية والكرامة الاتفاق الذي توصل إليه الأسرى مع إدارة سجون الاحتلال، فصمودهم وثباتهم سيضع حداً للانتهاكات التعسفية التي يمارسها الاحتلال في سجونه بحق الفلسطينيين. من رام الله المحتلة، آية الخطيب، رؤيا.